بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق سانوي ريزورت في سلانغو، نصور غرفة من نوع جونيور سويت. هذه الغرفة من نوع جونيور سويت وتطل على الحديقة. كل الغرف من نوع جونيور سويت وكلوب لها ميزة خاصة، وهو الإفطار، ويكون في مطعم خاص. هذه إطلالة الغرفة تطل على الحديقة، تتسع طبعا لشخصين وطفلان. يمكن إضافة سرير إضافي في هذا النوع من الغرف. غرفة من نوع جونيور سويت، طبعا لا يوجد صالة منفصلة في الغرفة، ولكن توجد صالة بدون باب هنا. غرفة من نوع جونيور سويت في فندق سانوي ريزورت في سلانغو، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هنا الواش روم، يوجد أيضا شطاف فيها، يوجد بانيو، مغسلة. غرفة من نوع جونيور سويت، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.